سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس حالة من التباين بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. وسجل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33 جنيه و57 قرش للشراء و33 جنيه و72 قرش للبيع، بينما سجل متوسط سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي نحو 38 جنيه و97 قرش للشراء و39 جنيه و15 قرش للبيع. أما الدينار الكويتي فسجل نحو 100 جنيه و10 قروش للشراء و100 جنيه و64 قرش للبيع. كما استقر سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري عند 8 جنيهات و45 قرش للشراء و8 جنيهات و49 قرش للبيع. وسجل دينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 34 جنيه و41 قرش للشراء و34 جنيه و72 قرش للبيع. أما الريال السعودي فسجل في البنك المركزي المصري نحو 8 جنيهات و21 قرش للشراء و8 جنيهات و24 قرش للبيع. كما استقر الدرهم الإماراتي عند 8 جنيهات و40 قرش للشراء و8 جنيهات و43 قرش للبيع بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.